كتبنا في السوشيال ميديا السيسي واقف يزعق بثقة في الأوروبيين ويهين المصريين، محدش يعلمنا الإنسانية، هذا أمر غير مقبول، وده طبعا نتيجة طبيعية لنفاق الغرب بدعم الطغاة عشان مصلحة فزاعة الإرهاب واللاجئين. لكن بغض النظر عن إهانة الشعب المصري، يا ترى الغرب هيبيع السيسي؟ نشوف حضراتكم قلتوا إيه كده مع بعض. نبدأ بأول صديق، غادة أو جهاد غادة. الغرب هيبيعه عندما تخلص مصالحه معاه، وعندما يرى للشعب نفرة وحياة وثورة تجري في دمائه، عندها فقط يستصرخ حقوق الإنسان والقوانين الدولية ومنظمة الأمم المتحدة وشوية حاجات. برافو عليك يا غادة، أنت رائعة رائعة يا غادة، غادة رشيد. شكرا غادة. اللي بعد غادة محفوظ يحيى بيقول: يوم ما الشعب يصور وعندما يشعر الغرب أن الشعب مسك زمام الأمور كما حدث في يناير، عندها سيقولون يجب أن يرحل الآن، الآن تعني الآن، كما قال أوباما لمبارك. أنت رائع يا محفوظ بيه، شكرا محفوظ يحيى. يحيى نفسه السيد بيقول: عندما يوجد البديل والذي يحمل تنازلات أكثر ويشعر بأن مصالحه مهددة بوجوده. ما أعتقدش يحيى، ما أعتقدش، يعني هم ليهم اللي راكب. شكرا يحيى. اللي بعد يحيى على طول. رانيا بتقول: عندما تتوحد كل أطياف المعارضة وتنجح في تجمع الشعب حولها ويرى الغرب غضب الشعب ضده، الأمر الذي سيهدد تحقيق مصالحه. والله يا رانيا رأيك مظبوط، بشكرك يا رانيا جدا. أحمد المغربي بيقول: الغرب لا يهم سوى مصالحه ولا يؤمن إلا بالقوة، فعندما يثور الشعب المصري ويفرض كلمته وينتزع حريته وحقوقه المسلوبة، سيفقد السيسي قوته وسيتخلى عنه مناصريه، وقتها لن يستطيع تحقيق مصالحه وسيصبح عالة وعبء ثقيل عليهم بدون فائدة، وسيتخلون عنه حتما. وتحية خاصة لأحمد المغربي. أحمد هو ده الكلام، ساعتها فعلا يا أحمد الغرب هيتخلى تماما. الغرب ملوش غير اللي راكب، زعلش مني، الغرب ليه اللي راكب؟ لو ركب الشعب أنا مع الشعب، لو ركب الراجل ده الدكتاتور أي طاغية أيا كان اسمه، الغرب أوكي أنا مع اللي راكب، أنا مش مع الطيبين، الطيبين دول مكانهم الجنة، إنما الأرض مكان مش للطيبين خالص، الأرض مكان مش للمشاعر الحلوة والكلمات الرقيقة. حتى الحب نفسه هو بيخترق من شخص لشخص حسب فهمه، نفس القصة، كل شيء ممكن نختلف فيه لأنه نسبي. حتى الحب نفسه، تفسيرك للدين نفسه ممكن تختلف فيه مع ناس كتير جدا. كل الأديان بيختلف الناس في تفسيرتها، هتلاقي اليهودية فرق، هتلاقي الإسلام في الشيعة والسنة، هتلاقي في المسيحية 400 حاجة، كل حاجة نسبية حسب فهم الإنسان ليها. إلا القوة ما فيهاش نسبية، قوة يعني القوة، إذا امتلكت القوة فأنت بتجبر أي حد على إنه يخضع لك ويقعد تحت رجلك ويوافقك، وساعتها بس هيبقى أي رأي أنت بتقوله هو الأعظم، أي شغبطة أنت بتكتبها هي خطوط لمستقبل. القوة ما فيهاش نسبية. إنما بقى الكلام الحلو، خلينا ناخد فاطمة بتقول: لما يحقق أهدافهم أو لما الشارع المصري يصور، ساعتها ممكن يبيعه كما باع مبارك. شكرا فاطمة هانم، بشكرك جدا. أسامة بيقول: الغرب لا يبيع إلا إذا تعطلت مصالحه، غير ذلك عبث، وهم يعلمون أنه كاذب، وهو يعلم أنهم يعلمون أنه كاذب، ولكن هذا الكلام ليس لهم بل للشعب، حتى يظهر واثق قوي ليتأخر الشعب عن الغضب، لا ليسكت الشعب، فالشعب لن يسكت أبد الظهر. وأسامة أنت رائع جدا جدا جدا. كلام أخير في ده، كان آخر حاجة لازم نختم بأسامة، لكن هم الكلمتين اللي قلتهم لك دول هم المهمين. كل شيء على الأرض نسبي، الفيلم اللي أنا بشوفه أنت ممكن تشوفه وحش، المزيكا اللي أنا بحبها أنت ممكن تشوفها مش كويسة، الست اللي أنا أنت ممكن تختلف معايا، تختلف في أي حاجة، تختلف حتى في تقديرك للناس، تختلف في مكانة أديب كبير أو فنان أو غيره، تختلف في قيمة كتاب، ده اللي بيحصل على الأرض. لكن القوة بتوحد كل شيء، القوة بس، القوة ساعتها
بتبقى الكلام اللي انت بتقوله مطلق، بيبقى الكلام اللي انت بتقوله لا يخضع لتأويل، بيبقى حقيقة مطلقة. دور على قوتك فين وامسك فيها. انسى المشاعر، انسى انك انت تقعد تدعي وتحبط ويجيلك احباط. قوتنا كانت في 25 يناير، ساعتها اجبرنا العالم كله على انه يحترمنا. لما يطلع رئيس دولة يقول ان انا مصري، او كنت انا كنت اتمنى ابقى مصري، لما يطلع العالم، يطلع لاعب زي كريستيانو رونالدو يطلع يقول انا مهتم باخبار مصر اكتر من برشلونه، لما يطلع باولو كويلو الاديب الكبير يقول ان المصريين بيصنعوا تاريخ دلوقتي، لان كنا اخويا جدا. انما الحقيقه انت دلوقتي تصعب على الكافر، الكافر موجود بس يبدو انه لسه انت مش صعبان عليه. اقعد الطم انت واعمل مناحه، لكن مش هيفيدك بشيء. القوة قدامها قوة، السيسي محتاج قوة تسقطه، لكن تقول لي بقى هنقعد ندعي عليه، ادعي براحتك. خلينا نطلع فاصل عبال ما تدعي ونرجع نكمل الحلقة.